بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. توسعات الدولة العثمانية. التنظيم السياسي والعسكري للدولة. أولاً، نظام الحكم. يلقب الحاكم بالسلطان، يساعده الصدر الأعظم أي الوزير الأول ومجموعة من البشوات بالإضافة للديوان وشيخ الإسلام والقاضي. قسمت الدولة العثمانية إلى إيلات أي ولايات يحكمها بشوات. التنظيم العسكري. كان الجيش العثماني يتألف من 3 فرق، وهي الجيش الإنكشاري، فرقة الصباهين، الجيش البحري أو الأسطول. ضم بلاد العربية للدول العثمانية. ضم أولاً بلاد الشام. تم ضم بلاد الشام في عهد سلطان سليم الأول بعد انتصار العثمانيين على الممالك في معركة مرج دابق سنة 1516 ميلادي. 2. ضم مصر. تم ضم مصر سنة 1517 بعد هزيمة الممالك في موقعة الريدانية وأصبحت يالا عثمانية. ضم العراق. تم ضم العراق سنة 1534 في عهد السلطان سليمان القانوني لتأمين الحدود الشرقية للدولة العثمانية. ضم الحجاز. أراد العثمانيون ضم بلاد الحجاز كونها تضم الأماكن المقدسة مكة والمدينة المنورة، حيث أعلن شريف مكة ولايته لهم بعد أن تم ضم مصر والشام، وأصبحت الحجاز يالا عثمانية بعد أن تنازل الخليفة العباسي المتوكل عن الخلافة للسلطان العثماني سليم الأول سنة 1517. ضم الجزائر. تم ضم الجزائر سنة 1518 ميلادي بعد استنجاد سكان الجزائر بالأخوين بربروس عروج وخير الدين. هنا الفتوحات في أوروبا. عندنا أسامي السلطان، مكان وزمان الفتح. أولا، مراد الأول. هزيمة السرب في بلقان سنة 1371 ميلادي، وضم صوفيا سنة 1385 ميلادي، ثم فتح مقدونيا. بايزيد، السلطان بايزيد، مكان وزمان الفتح، إخضاع كامل البلقان. السلطان محمد الفاتح، فتح القسطنطينية سنة 1453 ميلادي، محاصرة بلغراد سنة 1456 ميلادي. السلطان سليمان القانوني، مكان وزمان الفتح، سقوط بلغراد سنة 1521، فتح رودس سنة 1523، فتح المجر سنة 1526، حصار فيينا سنة 1529. محمد الرابع، حصار فيينا للمرة الثانية سنة 1683. الحضارة العثمانية. إن القوة العسكرية للعثمانيين مكنتهم من وقف الزحف الصليبي على العالم. على العالم الإسلامي، ولم يصاحب التطور العسكري الفكري والعلمي باستثناء الجانب الديني، كما اهتموا بالجانب العمراني، خاصة المساجد، أعظمها مسجد أبي أيوب الأنصاري وجامع السلطان أحمد. نقول اللهم اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واللي مش مشترك في القناة نقول نتمنى أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد ومفيد. ما تنساوش تدعمونا بالبصمة أو اللايك أو الإعجاب بالفيديو.
وبتوفيق للجميع.